اللي بيحدث في المنطقة العربية بيؤكد على المكانة الاستراتيجية لهذه المنطقة المهمة، واللي بتكون هي لاعبة رئيسية لاستقرار الأوضاع في العالم وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط. حجم الزخم العربي المتبادل مع دول أوروبية بيعكس الحرص والإرادة السياسية المشتركة من قبل القادة العرب على إبراز الدور المحوري والريادي للمنطقة العربية في التغلب على الأزمات اللي بتواجه العالم أجمع. زيارات متعددة، شاهدنا زيارة رئيس دولة الإمارات إلى فرنسا، وشاهدنا أيضا لقاء جزائري إيطالي، وأيضا الزيارات المتتالية من القيادة السياسية المصرية سواء لألمانيا أو صربيا. وده بيؤكد على معنى واحد من أن هناك زخما عربيا أوروبيا، وأصبحت المنطقة العربية في قلب اهتمام العالم، مما يعكس الحرص الشديد من الدول العربية والأوروبية على تعزيز وتعظيم العمل المشترك للقضاء على الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها بشكل كبير على العالم أجمع في جزئيتين مهمين جدا، سواء أزمة الغذاء أو أزمة الطاقة، باعتبارهم لا يمكن التغلب عليهم من قبل أي دولة في العالم إلا من خلال التكاتف وأن يكون هناك تضافر للجهود للقضاء على تلك الأزمتين. طيب خلينا نتكلم شوية، علشان يعني الحقيقة احنا تعودنا مع سيادته أن ما بتبقاش في زيارة غير لما بيبقى لها وجهة نظر بعيدة، أو يعني حاجة بعيدة وحاجة قريبة. يعني كتير قوي مع بداية تولي لما راح اليونان وقبرص وكان في قمة، وبدأنا نقول هم يعني اليونان البلد اللي كانت في وقتها ظروفها اقتصادية صعبة، يعني اتضح أن بقى في مغزى آخر وفي حاجة بعيدة المدى لهذه الزيارات. النهاردة وإحنا بنتكلم عن ألمانيا أو زيارة ألمانيا، ربما ألمانيا الناس تقول لك ألمانيا ليها دور في الاتحاد الأوروبي، دولة ليها ثقلها، دولة ليها استثمارات في مصر كبيرة وبنأمل انها تزيد، بنتكلم عن هي ممكن انها تبقى مؤثرة في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بنتكلم عن مصادر طاقة، بنتكلم عن حاجات كتير في ألمانيا. طب ماذا عن صربيا؟ يعني اللي يتكلم ويقول طب هي صربيا دولة حبيسة مثلا او عندها مجالات طاقة وعندها حاجات، لكن ايه الهدف من وجهة نظر حضرتك من الزيارة؟ اولا يعني القيادة السياسية الرشيدة المتزنة من قبل الرئيس السيسي سعت وبقوة إلى نسج علاقات قوية مع كافة دول العالم، باعتبار أن المصالح الاستراتيجية المشتركة والمنفعة العامة هي الشعار الأهم في هذه المرحلة. صحيح.